التوقيت الافضل 12 دقيقة 26 ثانية جزءا واحدا من الثانية ينطلق شوط جديد يحمل ايضا هنا الثنايا المحليات الاصايل سيارة ايضا فاخرة رينج روفر للفائز بالمركز الاول مباشرة ناخذ الصدارة الاولى ناخذ المركز الاول ناخذ ايضا من قادة الجموع هذه الجذابة لسيف بن حمد بن سلطان بن سيف بالجافلة ياتي على الصدارة الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز نتعرف على المركز الثاني من خلال هذه النجومية الرائعة والجميلة ومن خلال هذه المنافسة اللي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات تدخلت ايضا تبحث عن السيارة الفاخرة الرينج روفر والحظ اوفر هنا في هذا المساء الجميل اللي وصلت هذه حطين لحميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي بينما اللي في المركز الثالث هذه القادمة الجذابة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي المركز الرابع وصول جميل من خلال بتصوغان ايضا ياتي هنا ايضا بشعار بتصوغان سلطان بن علي بسلطان بن هلال السبوسي يتواجد في المركز الرابع نقلة مباشرة الى المركز الخامس والقادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام وصول من جبارة مسري بن سالم بالعرطي الحميري وصل ابو حمد وصل في هذه اللحظات ليقدم جبارة على المركز الخامس نقلة مباشرة الى المركز السادس الظفرة احمد بن سعيد بن زايد المزروعي والمركز السابع وصل قائد الهجانة ليقدم نهابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي يصل في هذه اللحظات ايضا يتواجد هناك حمد بن سالم المدهوشي يتابع انطلاقاتها ولكن الوصول الاخر هنا مشاهدين الاعزاء وجدان لمحمد بن راشد العويسي وصلت في هذه اللحظات تدخلت ايضا هنا لتاتي بهذه الانطلاقة مشاهدين الاعزاء الشاهينية راشد بن خليفة بالمرة النيادي يتواجد هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام ليقدم النيادي هذا الاسم القادم من العين بالفعل المركز العاشر ايضا قادمة هذه جودة لسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي تهانينا والناموس لهم على هذه المشاركة القوية والعملاقة في اغلى المهرجانات وختام الختاميات يا سلام يا سلام عودة الى صدارة عودة الى مقدمة الشوط عودة الى المركز الاول والصدارة الأولى هناك أيضا التي ما زالت الصدارة هذه هي الجذابة سيف بن حمد سلطان بسيف بالجافلة على المركز الأول على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هنا يأتي مع المقدمة الأولى يقدم لنا الجذابة محمد بسيف بن حمد سلطان أيضا بالجافلة هنا يقدم هذه الانطلاقة القوية الشعار ايضا ياتي شعار بن درويش في الصدارة الاولى في المركز الاول بينما المنافسة العمانية في المركز الثاني من خلال تواجد حطين حميد بن محمد الحمد بن معيوف العويسي وصل العويسي يقدم حطين يبحث عن الرنج روفر يلا يا العويسي هنا امال يا ابناء السلطنة معلقة هنا مع ايضا حطين ولكن المركز الثالث هذا ايضا ياتي هنا ايضا مع الجذابة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يقدم هذه النجومية الرائعة ابناء المدام يتابعون شعار بن سليم كما قدم لنا المايدية في الفترة الصباحية ياتي هنا يقدم الجذابة تاتي على المركز الثالث نقل الى المركز الرابع ما شاء الله خذن مسافة الثلاث الاوائل المركز الثالث الرابع وصلت يد لحظات هذه اللي هي جبارة مسري بسالم بالعرط الحميري المركز الخامس وصول ودخول هنا في المركز الخامس هذه الظفرة احمد بن سعيد بن زايد المزروعي والمركز السادس هنا تاتي نهابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي يتابعها هنا ايضا في هذا الشعار علي بن خليفة الرميثي قائد الهجانة هنا بمتابعاته الكبيرة والحثيث والمرافق معه داود بالفعل ياتي هنا في هذا الانطلاق القوي ولكن هناك الوصول من بنت صغار سلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي يتواصل هنا في هذا
الأداء الكبير والتحدي المثير وصول هنا هذه الشاهينية راشد بخليفة بالمر النيادي. يا سلام يا سلام يا هذا الشعار الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن، يمتلك بنوك إنتاج قوية بالفعل، شاهدنا إنتاجها أيضا هنا مشاهدين الأعزاء من خلال إنجازاتها القوية والكبيرة والوفيرة. هنيالك يا أيضا راشد بالمر النيادي، بينما الدخول أيضا التحدي المثير وصلت هنا هذه وجدان محمد بن راشد العويسي، وصل هنا هذه العشر المراكز الأولى. نعود التنويه بأن تتويج الفائزين بستة الرموز بعد نهاية الشوط الثامن بالفعل، هكذا النتيجة. ولكن بن درويش، بن درويش على صدارة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، حمد بن سيف بن حمد بن سلطان بن درويش يأتي في المركز الأول. يا سلام، الآمال القوية والتحديات المثيرة والمعطيات من خلال الأداء الكبير الذي تقدمه هنا هذه اللي هي أفكار أو الجذابة. أيضا يأتي هنا محمد بن سيف بن حمد بن درويش، يأتي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في الصدارة الأولى في المركز الأول. الجذابة بدأت تجذب الأنظار في الكادر الأول. يلا يا بن درويش، يلا يا بن درويش، أبناء السلطنة قادمين. أيضا هنا حطين حميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي، يا سلامي عليك يا العويسي، قادم بكل قوة، منطلق أيضا بأداء كبير وتحدي مثير. ولكن هنا بن سليم الجذابة حمد سالم بن سليم الاكتبي يتواصل هنا بعطائه الكبير وبتحدياته الرائعة والجميلة، ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع هذه الظفرة احمد بن سعيد بن زايد المزروعي وصل. والمركز الخامس ايضا التحديات من خلال تواجد هنا ايضا القادمة في هذه اللحظات جبارة، مسري بن سالم العرطي الحميري، يا سلام يا مسري، وصل في هذه اللحظات. ايضا نهابة وصلت راشد بن علي بن خليفة الرميثي يتواصل هنا بعطائه الكبير وتحدياته المثيرة الشاهينية. راشد بن خليفة بالمر النيادي قادم، ولكن عودة الى الصدارة، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الجذابة بن درويش ما زال في الصدارة من بداية الانطلاقة، من بداية ستارت 8 كيلو وهو في الصدارة الأولى. يقدم الجذابة الأداء الكبير. حصلت على سيارة في مهرجان ختام دولة قطر، تبحث عن السيارة الفاخرة ألا وهي الرنج روفر، والحظ أوفر هنا 2 كيلومترات مشاهدينا متابعي قناة دبي ريسينج، 2 كيلومترات المتبقي عن الرنج روفر. الجذابة محمد بن سيف بن حمد بن درويش ياتي على المركز الاول، ينطلق في الصدارة الاولى. المركز الثاني هذه حطين حميد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي، وصل العويسي، تدخل العويسي هنا يقدم هذه الانطلاقة. نهابة وصلت قائد الهجانة وصل في هذه اللحظات، يقدم هذه النجومية راشد بن علي بخليفة الرميثي، والوصول من الجذابة الأخرى حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، ياهي أسماء، ياهي شعارات، ياهي تحديات. 1400 متر المتبقي، هلموا هنا إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة الأولى القادمة الظفرة. أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي وصل بالعوضي، ممثل الوثب الدائم وصل، محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، يا سلام يا سلام، ناصر بن بخيت الوهيبي يتابعها هنا. 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. الله 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 الله، الصدارة الأولى، منافسة هنا من أبناء السلطنة وهنا من أبناء الإمارات بالفعل، هنا أيضا يأتون أبناء المدام بالفعل، يقدموا هذه النجومية أيضا الرائعة. والتركيز هنا مع الجذابة
حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يقدم الجذابة نهابه، نهابه وصل الرميثي، علي بن خليفة الرميثي يقدم نهابه، ولكن الاسماء القادمة هنا الواصلة مشاهدي الاعزاء ظفرة، احمد بن سعيد بن زايد المزروع الاسم القادم المنطلق، وصل الامبراطور يقدم الذيبة بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري، ومن الجانب الاخر دخول جميل وتحدي مثير مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام فرحة سعود بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي، ولكن عودة، عودة الى الصدارة، عودة الى المركز الاول، عودة الى مقدمة هذا الشوط حطين، احمد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي، العويسي على الصدارة، العويسي على المركز الاول، الرينج روفر، الرينج روفر، يلا يا العويسي روح، روح مع المركز الاول والصدارة الاولى، يا سلام يا سلام يا سلام على المركز الاول، محاولات الجذابة، عادة الجذابة، ولكن حطين، حطين على المركز الاول، حطين على الصدارة الاولى، حطين على المقدمة الاولى، اشعارهم سيفين والخنجر عمانية، عمانية بدية بدية، تستاهل السلام مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، حطين حميد بن محمد بن حمد العويسي، سلام الى بدية، سلام، سلام على هذا الاداء الكبير والتحدي المثير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تسلم يمينك يا اللي في ايدك الجهاز على هذا الاداء، المركز الثاني الجذابة حمد سالم بن سليم الكتبي، المركز الثالث وصلت ايضا الظفرة احمد سعيد بن زايد المزروعي، المركز الرابع هنا وصول من الذيبة بخيت بن علي بن قريع المري، والمركز الخامس نهابة راشد بن علي بن خليفة الرميثي، هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا كانت الانطلاقة وهكذا النجومية لنا عودة بالصدارة وعودة الى حطين مشاهدينا، التوقيت الزمني لحظات الوصول هنا ب 12 دقيقة بالفعل 38 ثانية جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا للجميع هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز الثاني 12 دقيقة 40 ثانية ايضا جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن سالم سليم على فوز ايضا الجذابة بالمركز الثاني، المركز الثالث وصول رائع وجميل هنا من خلال تواجد الظفرة احمد بن سعيد بن زايد المزروعي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار هنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال 12 دقيقة 49 ثانية 8 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.